السلام عليكم ومرحبا بكم في شان يوتيوب مرة أخرى. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا فيديو جديدة باش نحكيو فيها على Far Cry 3 اللي خرجت لو 29 نوفمبر. دونك نحاولوا نعرفوا بالجو رابيدمون. Far Cry 3 c'est un FPS développé par Ubisoft, ou plutôt معناها الفروع نتاعها اللي هما Ubisoft Montréal, Ubisoft Massif, Ubisoft Reflections ou Ubisoft Shanghai. بالنسبة للحكاية السيناريو نتاع الجو, donc c'est un voyage في الآزي. Le personnage principal هو Jason Brody مع زوز خواته ومع يعني أصحابه أخرين. دونك في الفواياج نتاعهم عملوا سون باراشوت وجاو في إيل اللي كي تغزلها معناها بخومييغ إمبرسيون تقول هذايا سيت أون إيل باراديزياك. قاسنيا معناها كي هبطوا غادي تشدوا أنوتاج باغ لي بيغات. وكيف ما شفت كنت تبعته معناها لي فيديو اللي يحكيو فيها على Far Cry 3 قبل ما تخرج. دونك فما البيرسوناج اللي هو عملوا بيه استعملوه معناها سورتو في البوبليسيتي نتاع الجو اللي هو فاس. دونك هذا بون مش ليدور, اما واحد من لي ليدور هو من اللي معناها من العباد اللي شدوهم اوتاج. وكي تبدا الجو تبدا ديريكتومون معناها انت وخوك في كاج وبشترى معناها الميسيون الاولى بشترى هو ذا فاس هو صحاب معناها كيف يحكيو باش يطلبوا في كونسون. ومن بعد هذاك هو خو جيسون ديجا كان في الميليتير معناها قادر يقتل وقادر يستعمل الاسلحه وكذا باش تهربوا من الباز هذيك. ومن بعد بون ما نحبش نسبويلي برشا, اما خوه معناها باش يموت وهو كي باش يقطع يحاولوا يشدوه. فاخر الحكايه حاسيلو باش يطيح في لاك, ومن بعد باش واحد هذا اسمه دينيس باش يمنعو. كي باش يفيق باش يلقى روحو في الفيلاج نتاع دينيس هذايا وباش يعرفو معناها بالتريبيو نتاعهم وباش يقولو معناها كيما نقولو انت باش تولي كيريي ولازمك تعاوننا بالطبيعة باش تعاوننا معناها كونتر لي بيغات وباش تتحل الحرب من الحكاية هذيكا. وهذايا معناها الكاتب برانسيبال هي على دو بارتي كيما نقولو اون باراليل باش تعاون التريبيو هذايا باش تخرجوا لي بيغات. وفي الشيره الاخرى معناها باش يحاول يمنع اصحابه خاطر اصحابه كل مازالوا مشدودين اونوتاج عند البيغات. وبالنسبه لتو سكي انفيرونمون معناها كيف قلت لكم الجو ال سو دوول معناها في الليل هذايا اللي هي بطبيعه تلقى دي بلاج تلقى معناها كيف نقولوا دي بيزاج حلوين برشا وتلقى جانجل زاده وبطبيعه بليزانيمو نتاعها بانواع واشكال ليزانيمو اللي تخيلوهم الكل واللي هي تساهم برشا في الجيم بلاي بيدو على خاطر ابار معناها لي بيغات وابار معناها تعارك كونتر دي كون اخرين زاد باش تلقى في الجانجل ساعات تمشي انت تبدا ماشي الكيت ولا تمشي باش تعمل حاجه يتاكيوك دي زانيمو سوفاج والا فما مثلا فما سيستيم نتاع الكرافت اللي هو بازي على لي كومبوزون هذوما معناها لازمك انت تمشي تصطاد دي زانيمو ولازم تعمل دي بيساج نتاعهم باش تاخذ باغ اكزومبل مثلا ديبو نتاع سونغلي مثلا تنجم تعمل بيه والله شوي با سيور من الاكزومبل هذا تنجم تعمل بيه مثلا ساك نتاع بوتان. وكي تكمل هذيك لازمك بو نتاع دي زانيمو اخرين باش تزيد الكاباسيتي تولي اكثر. مثلا ساك اللي كان عندك يرفع كان 30 يولي الاخر يرفع 42 وديما كيك. ومش كان في الساك نتاع بوتان كهو تنجم تكون الحكايه في المونيسيون الساك اللي تهز بيه تسكي مونيسيون والا تبدا في الاول معناها عندك من تنجم تهز كان سلاح واحد وبعد بالوقت تزيد كبرت ولي تنجم تهز ثلاثه واربعه كيف الساك نتاع لي سورانغ. بالنسبه للي سورانغ كل شيء باللي بلونت. دونك في الماب نتاعك تلقى معناها البلايص نتاع لي بلونت الكل بلي كولور هاكا تعرفهم وتهز لي بلونت هذوك وتجي تعمل بهم كونفيكسيون كو سوا دي سورانغ تهيلي بهم روحك ولا دي سورانغ يقويلك في الكاباسيتي نتاع الكومبا والا فما واحد اخرى مثلا نتاع شاس كي تاخذها بوندون ان تون ليميتي تولي تنجم تشوف لي زانيمو اللي بحذاك. دونك سيستيم جديد اما تحسو سامبل معناها هكا ما عقدوهاش برشا على خاطر العباد اللي جربوا Far Cry 2 يلاحظوا انهم بالرسم يكثرولها من الغياليزم. يعني ديجا كان ذكروا هو دوب ما بدات في الكامبين نتاع Far Cry 2 دوب ما بدات يبدا مريض بالملاريا ولا حاجه كيكه ومن بعد لقى طبيب هاكا عطاه
حرابس باش يداوي بهم، تقعد كل مره لازم ترجع له باش تداوي كل حرابس. دونك حزيت يزم يكونوا معناها انتريسونت في الاول دوما تلعب كي الساعه الاولى ولا الساعه الثانيه، مش نورمال رياليست وكل. من بعد طولة المدة تقعد تعاود وتعاود، دونك حاجة تفدد. فاركواي 3 هاكا خموا فيها الحكاية هذيا وحطوا حاجات بين الغياليست وبين معناها ما تقلقش. سينو ابار البوان هذا زاد نحب نحكي على ليزام خاطر 6 FPS ابخي تو. دونك بالنسبة لليزام بون عملوا خدمة باهية. فما لي جون تاع ليزام الكل من سنايبر للبيستولي للميترايات الفيزي داسو انواع وكل، فما حتى اللونس فلام، فما اللونس روكيت وريق هذاك الكل. فما زادة تجم معناها تبرسوناليزي لارم تاعك معناها كيف باتل فيد ولا كول اوف دوتي، تجم تحط الفيزور تاعك، تجم تحط شارجور اغروند كاباسيتي، تجم تحط سيلونسيو وكالجو هذاك الكل. سينون البوان الاخر نحب نحكي عليه بالنسبة للجيم بلاي هو متعلق شوية بالدوري دفي زادة. دونك كيفاش ليكيب نتاع يوبيسوفت كيفاش عملوا باش قويو في الدوري دفي؟ دونك شنو استعملوا؟ استعملوا انك الماب ساعة ديجا كبيرة برشا، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية عندك ديكيت وديما ليكيت ديما تلقاهم مفرقين، معناها مش لينيا، مش تلقى كيت ومن بعد تمشي شوية تلقى كيت ومن بعد تمشي شوية تلقى كيت، لا مش هكاك. الكيت الأولى مثلا في الوسط ومن بعد يبعثك على اليسار نتاع الماب جملة ومن بعد يبعثك على اليمين جملة. وشنو هي الماب كيفاش معمولة؟ كيف ما قلت لكم في الحكاية فما لي بيغات وفما تريبيو هذايا اللي انت اللي يعاونوك انت وتحارب معاهم. دونك فما ديزافون بوست، فما شكوى 34 مفرقين على الماب الكل. شنو هي افون بوست؟ معناها باز غاردي باغ لي بيغات، تلقى فيها سنايبر، تلقى فيها اكليرور، تلقى فيها انواع واشكال الكل. وشنو هي عندك بوسيبيليتي هذوما باش تمشي تحررهم؟ كي تحرر باز تولي نتاع تريبيو اللي انت تتعارك معاها. ومثلا كيف ما قلت لكم بين كيت والكيت تلقى مثلا نعرفش انا 3 افون بوست عندك سوا بطبيعة تجم انت تاخذ معناها تسوق كرهبة وتمشي على روحك للكيت وتلف معناها لي بيغات الكل. وفما عباد معناها شكوى الماجوريتي معناها كي يحبوا يلعبوا الجو يحبوا يكملوها كل وماذا بهم معناها يحلوا لي افون بوست الكل. وان بليس سهل لك الحكاية خاطر ينقصوا لي باتروي نتاع لي بيغات وان بليس يوليو فما دي باتروي نتاع تريبيو نتاعك. تجم تعاملك الحكاية مثلا انت تعمل في كيت ولا تعمل في كيت سكوندير تعارك من مع دي بيغات يجمو يجيو مثلا التريبيو نتاعك تعطيهم كرهبة يجيو يعاونوك في الكومبا هذاك وبطبيعة تسهل لك برشا الحكاية. وهذا باش تنجم تعمل كان تحب تسهل على روحك زادة فما لي تور راديو اللي هما يشبهوا شوية في الاساسنس كريد معناها لي تور هذوك تطلع لهم باش تعمل سينكرونيزاسيون باش تولي تشوف الماب. فما برشا مفرقين على الماب ومستحسن معناها تحلهم باش تعرف بالضبط انت فين وكيفاش تمشي البلايص هذوك. دونك بالنسبة للجيم بلاي ان شاء الله نكون لخصت معناها باللي نقدر. سينو عندكم زيادة الفيديو تشوفوا فيها الجيم بلاي وتشوفوا فيها الاجواء الكل. ان شاء الله نزيد الفيديو اخرين يعني سورتو نحب نحكي على الملتي بلاير. اما بالنسبة لتو خلينا مركزين فيديو هذي. دونك نحكيكم شوية على الكوتي تكنيك. بون بالنسبة للعباد اللي مغرومين بالسيرين تاع فار كراي يعرفوا انه ديما معناها من 1 ل 2 سو سون دي ريفيرونس بالنسبة للجرافيزم. يعني كي تخرج فار كراي معناها الجرافيكمون حاجة كبيرة برشا. وديجا فار كراي 1 كانت معناها كيف نقولوا يقيسوا بها يعملوا بها لي تيست نتاع لي كارت جرافيك ديما هاكا تلقاها تلمو معناها افونسي جرافيكمون. بالنسبة لل 3 اللي نحكيو عليها اليوم والله اش باش نقول لكم معناها ديجا انا كي شفت لي فيديو معناها قلت جرافيكمون واو معناها حاجه قويه برشا. ومن بعد كي صبيت الجو بديت نلعب ما فريمون ظهرت لي موين معناها مش حاجه كبيره برشا. يمكن الفيجيتاسيون معناها التوسكيه تكستور وكذا مخدومين بالكدا اما بار هذاك كل شيء عادي ياسر معناها ما لقيتش حاجه كلي يتوقف المخ. وذا معناها يتسمى الحاجه اللي فريمون معناها هبلتني وما عجبتني الجمله هي بالنسبة للفيرسيون بي سي بالرسمي منهاش اوبتيميزي جملة. يعني تقول خادمينها بساقيهم مش بيديهم فريمون فريمون معناها جو كي تجي تشوف انت جرافيكمون سي بريسك او نيفو نتاع كرايزيس 1 معناها كي تجي تقارن الزوز تقول يا راهم يشبهوا لبعضهم. اي بورتون يعني قريت دي فوروم فما عباد معناها حاطين اسالي زوز 680 وفما دي بروبليم معناها فما دروب نتاع FPS يتيح بالضبط.
ان سيغتان مومون فما دي بروبليم غرافيك فما دي بوغ ان توكا ان شاء الله يحسنوا شويه ان شاء الله يخرجوا باتش معناها بون باتش مش يعمل معجزه زاد مش يقلب الجو كامله اما ان شاء الله يحسنوا شويه يزيدوا يوبتيميزيو وينحيوا شويه دي بوغ دونك فوالا بالنسبه للفيديو نتاع اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي نلقى الوقت نعمل فيديو على الملتي بلاير اللي هو بون لما حاله ما يستحقش فيديو خاطر مش لك الكل معناها حاجه فريمون تقول هكا انا عاملينه باش يقولوا هكا فما ملتي بلاير في الجو هكا هو ان شاء الله كي نلقى وقت نعمل فيديو وسينو مشكورين كالعاده وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرين ومرحبا بكم على الباج وعلى الشان يوتيوب والسلام عليكم. Club is closed. Why?